السؤال السادس: القرآن الكريم هو إحدى المعجزتين الخالدتين، هذا ما ذكرته سيدي قبل نهاية الخطبة المقدسة، فما هي المعجزة الثانية؟ المعجزة الثانية للسيد الوالد أو القدس نفسه الزكية في أحد الخطب قال أن المعجزة الأولى هي القرآن الكريم خالد عبر مر السنين من حين نزوله وإلى يومنا هذا، بل قد يكون حتى ما قبل نزوله يرد على بعض المعصومين سلام الله عليهم الأنوار الخمسة وهكذا. والدستور الإسلامي أو القانون الإسلامي بالأحرى، وأيضا خالد عبر مر السنين يستنتج ويكون شنو نافذ المفعول إلى يومنا هذا وإلى الأيام الآتية. فصارت معجزتين خالدتين. وفي حينها السيد أيضا يقول، وهذا في مورد يمكن أن يجاب لما يقام الآن من دستور وما دستور، أن العقول القاصرة مهما اجتمعت ما تجي 5% من الصحة، لأنها تميل بها شهوات وبها عقول قاصرة وبها نظرات آنية وليست نظرات شنو مستقبلية، كهذا الذي موجود في، يعني رأيته في أحد نسخ الدستور الحالي، أنه لا يكون بعثيا. قبل لا يكون بعثيا، منو قال بعد 150 سنة أكو بعثي حتى لا يكون بعثيا؟ ليش نظر إلى الآن؟ الآن ما ينظر إلى بعد 300 سنة منو أكو؟ وهكذا. أما الدستور الإسلامي أو القانون الإسلامي لا، ينظر نظرة شاملة كاملة لعبر مر العصور. سيدي، لا نستطيع أن نقول أنه هو الدستور الإسلامي هو القرآن الكريم، لماذا هذا التفصيل؟ لماذا هذا يستنتج من القرآن وليس هو القرآن؟ بل تقصد أنه رسالة الآيات والروايات والرسالة العملية تطلعوا لك من شتم قوانين القرآن في حد ذاته. نعم، كثير من آيات وعظ وإرشاد كذا، ما له علاقة كل قانون. نعم، يمكن أن تستلخص منه. نعم، قانونا. فلذلك أصبحت جزئين لو صح التعبير، أنه هذا المتن وهذا الشرح مثلا. نعم، الأصل والفرع. الأصل والفرع، نعم. فمن هنا حق أن تكون معجزتين. أحسن.